طبعا شوف، مما لا شك فيه انه شيء عادي، شيء عادي جدا انه الاخوان انهم ينتقدوا، هذا شيء عادي جدا. ليش؟ لان عارف انا من غيرتهم على المنتخب وبغاو يعني بسرعه، لكن يجب ان نحترم الوقت. الوقت ليس كافي باش نغيروا المنتخب يعني بالشكل اللي هو مطلوب، والتاريخ ديال المنتخب يعني في الاقصائيات والتاهل ديالو انتم عارفينه، يعني يعني ما يمكنش 3 شهور. ليس انا فقط اللي غادي نغير هذه المنظومه كلها، ليس انا فقط، مطالبين اللاعبين، الانديه، انتم الشارع الرياضي، الجمهور، الحضور، التشجيعات، يعني المؤازره. انتم عارفين على انه ما بين المعسكر الاول والثاني انه كان اضراب هنايا على الدوري، ولا نادي يلعب اي مباراه ما بين المعسكر الاول والثاني. يعني هذا شيء ايجابي او سلبي بالنسبه للاعبين المنتخب؟ يعني في سلبيات انا ما كنحبش نتكلم عليها. لماذا؟ لانه يمكن غاب التواصل يعني بين الاعلاميين والمدربين والاتحاد، نظرا للظروف اللي كتعيشها المنطقه والكل يعني مأثر بها. لكن انتم عارفين لان الظروف صعبه، الظروف ديال المنتخب صعبه، الظروف ديال بعض اللاعبين اللي ما تيمارسوش، في كثير من اللاعبين ما تيمارسوش اللي هما المفروض انهم يكونوا في الاحتياط بدلاء. هذه اللي موجود في المغرب مع الفتح، ما لعب ولا مباراه واحده في قلب الدفاع. شراره في تونس والغاو عقده، دابا ما عنده ولا نادي. اوكي، يزن يعني اوقف، يعني واش هذه ظروف جيده ولا سيئه بالنسبه للمنتخب؟ يعني ما فيش خيارات كثيره، ولهذا هذه الانتقادات خاصها تكون شويه يعني محسوبه ومعقوله شي شويه. علاش؟ لانه الظروف ديال المنتخب صعبه في هذه الفتره هذه، وبالتالي ما نطلبوش يعني اللاعبين او المدرب يعني باشياء اللي هي خياليه. الكل يؤدي بشكل جيد، والله الا شوف العظيم، شوف الفريق يعني مركز بشكل كبير وتؤدي ومركز، والكل عنده رغبه على اساس انه يحقق ويظهر بالصوره اللي هي مطلوبه.